قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. أولى عيب الله أنتم مش حاضين فينكم وابن أدم وفينكم عيب الله أش أنت أش مقابل أش حاضين ألوين أش حاضش عطيش غوت على مبارك وغوت على سميتو كلهم يتبعوه وشدوه بنت على إماكم حسابي معكم والأخر مزيان تبارك الله مزيان داري ولا تفندق هل يبغى يدخل يدخل اويلي يا عباد الله اويلي انا عندي على الخلاوات هنايا السلام عليكم تفضل فيك شكرا اشي ذاك بخيتي شوية لعبتك مزيان ولكن خصك تحل لي هاد العمسه ماشي انت الاول وحده ولا اخر وحده اللي كتمرض بريا انت كتخبي عليا الظهر الا ما عرفتش نقول لك الطبيب راه قلت لك ما قال لي والو قال لي الريه ديالك شويه مقيوسه وصافي غير انت عطي راسك الراحه ياك انا جبت شويه ديال الصباح شي ليمونه بغيت والو لا خدي شي حاجه يلا وانا في السوق شنو تفكرت دوزت وانا نشوف شي حوايج ديال الدراري صغار مع النقيل مشيت كنلقى كيف بوحدي تفكرت ان شاء الله من جبت ولدي غتلقيني عاوتاني كيجري غنقلب على الخروق مالك اش كتبكي مالك علاش نطا هاد الكرسي باش جلس حتى يكون انا معاك عطاك داك تي محسوبه مراتي قلتي لها اللي فكرش انا معترف به دابا اش كتبكي هي كتشي اللي كنتي باغا اللي فكرش ماشي ولدك كيفاش ماشي ولدي وإلا ما كانش ولدي غتكون بنتي بحال اللي عطى الله مرحبا به اسمع لي الدار اسمع لي انا مسوكة فيك انت اللي سمعي ليا بقوة الخلعة ديال المرض وليتي كتقولي اللي كان شوف حاولي ترتاحي ونعسي شي شوية ما تفكر حتى شي حاجة راه ما غادي يكون غير اللي بغى الله سبحانه شكرا
وزع انت فين مشيتي؟ رجعوا لها الزعيم. ها؟ سبحان الله. اش قلتي؟ بغيتي تجوجي؟ تنعى الشيطان، سير عطيني الزيت اش بيني وبين شي جواج. ها؟ الزيت؟ بغيتي غير الزيت؟ سير سير. سير جيب لي الزيت بغا نمشي. هذا اللي فكر شي مثل حشيسه. ما فهمتش. ولد من؟ حشيسه. تكرفص عليا. واش تعرف ولدو؟ هادشي كله أنا درته. حسن عندي حد. طالما ما عندي فين نمشي. ولا شكون اللي تعرف ليا ولدو؟ عافاك الطهر ما تحقدش عليا فهمني. ولكن ما عرفتش. ولكن شنو؟ حب الوطن كبير في قلب كل واحد. صحيح الانسان ارتبط بانسانه ماشي من طينه. ما يمكنش. ما تقولش لي بغيتي ديرها وتسلم. علاش لا؟ علاش لو انا لقيت انسان اللي طول عمري كنحلم بها؟ هاد الكلام ديال غير دابا ولا؟ انا عمري كذب سالك. انا ما عرفتك. انا وليت واحد اخر حيت انا علاش ما نتوكلو ان شاء الله ومن بعد ما نرجع نديرو العرس ونعشو جميعا. حليمه
نعم السي موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاك هاد الخرفان بغيك تهلاي فيهم راه غادي ينفعوك. بارك الله فيك السي موسى. اسمع حليمة، وعد الحر في رقبته وانا وفيت بوعدي. ايوا راه مني وجدوا الفلوس راني نخلصك فيهم. الله يهديك يا حليمة، انا غير بغيت ندير شويه الخير باش نكفر على كل ما عملت. بارك الله فيك السي موسى، الله يكثر خيرك. هاك يا حليمة وتهلاي تهلاي. بارك الله فيك. تهلاي الله يعاون هاد الساعه. الله يعاونك، الله يجازيك بخير. حاجة يسنكرك ودار بحال عمرو ما عرفك، ولي غادي نتا شنو ذنبو؟ شكون غادي يقبل عليه ويعطي سميتو؟ كون غير قلت بعدا ولد الدار وما غاديش يفرط فيه. علاش قلت للدار الصراحة؟ علاش؟ علاش؟ ما يضرك حال السي طاهر، تا واحد ما ناقصو هم. لا محاش محاش، واش كاين شي واحد بحالي؟ ملي كنت صغير كان با تاجر، كان دار الدنيا بركدة، امي مسكينة هي اللي كانت خدامة علينا، كانت كتخدم في الديور خبيعة على با، لان فلوسو ما كناش كنشوفوها. واحد النهار بات مصبح وخلى الامي في عنقها سبعة ديال النفوس، سبعة ديال الولاد. ما كرهتش اخويا الدار، الرجال بحال با نحرقهم بالعافية، مكلهم السم. ما بقات عندي ثقة في حد، فانا تظلمت وظلمت ناس ما داروا لي والو. وانا اللي من هاللي خلقيت وانا في الهم، مصيبة تلوحني المصيبة، ما عرفتش اش من ذنب درت. قول اعوذ بالله مش طراش. الشيطان هو بنادم، ياك انت براسك شفتي ملي كنتي صحيح كيفاش كانوا كيتصرفوا معاك، كانوا كيخافوا منك، ونهار مرتي نهبوك سرقوك وانت كتشوف بعينيك. اش غدير الطاهر اش غدير، راه البشر ضعيف. ونفس الناس اللي كانوا كيجيو عندي باش نعطيهم حقهم او ما باعوه، باعوا كرامتهم. باش باعوه بوسخ الدنيا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تصور موسى، البنت الوحيده اللي ضوات عليا ظلامي، اللي لقيت معها راحتي، هالبشر حرمني منها. على داكشي كنقول لك البشر هو الشيطان. والله يختمها خاتمه الخير. هطا بالي يا خير. السلام عليكم. في غادي هطا عطار، واش تشرب بعدها كاس ديال اتاي؟ رشيدة شوية لاباس؟ الحمد لله. دكتور نشوف التوصيل. مزيان ما عندك باس، راك تحسني مزيان، ولكن إلا بغيتي تبراي خصك تلقي ليا التغبيشة وتضحكي شوية، متفقين؟ داكوغ. غادا تنقصي شوية من لابيتاس والفضول اللي لادوز في هداك الدول اللي صبرت عليه. داكوغ داكوغ. تبارك الله عليك، الله يجيب الشفاء. الله يا ربي ان شاء الله. خويا الطاهر خويا الطاهر عبد المال كيزرعوا عليا. شكون؟ هادوك عبد؟ شكون كيزرع؟
عباد عباد واحد رجل تعال وهادي راه ماشي خدمة وشحال غتبقاو واقفين تجمعوا في هاد الربيعة أنا خصكم تجيبوا العتالي وتربلوا ولا غادي نبنزيو بالتراكتو ولكن الضموس راه خاصو الدواء هذا يا سيدي كربلوا بالعتالي ونتبعوه بالدواء يلا الله يرضى عليك يلا الله يرضى عليك على خاطرك هاد الربيعة راه ما خصناش يبقى هكا غادي بغينا الدراري يكبر على خاطرو السلام عليكم وعليكم السلام طلعت مع هذا الصندوق انت كتشوف اللي درت في يدي كتعكس الله يستر من هذا البريز يا الشيطان بريز طيح فاز انت كتقول لي خاسر ما خاسر عاودي ماشي غير هو اللي خاسر كل شيء ماشي هو هذاك اجي علاش ما طلبش من السي حمدي عندك شي عطلة وعلاش تمشي تريح صوبك شوية على مالي قلت لك كنضرب بالحجر ولا وعلى ما قلتش هادشي واش قلتي اشنا هي اعصابك مراد سمح لي لو كنت في حاجة سي ابراهيم الله يرحم والديك ما مديش عليا انا ماشي وادك الحمد لله انا نزل عندك زعمك مع ذلك اليوم تعشى معنا تقصر معنا شي شويه وهذه فينا هي هذيك الايام غير سمح لي بصحتكم راه انت تعرف سمح لي صح الله لا هاك وليدي واش كتضحكي عليا ولا على راسك اني لا كنضحك عليك ما كنضحك على راسي راني جلبتو ماما ماما مشي كريس ومريت لعبتك زعما دابا الوقت تبدلات ها الله عليك يا مسكينه شتي سي موسى قال لك لا لا ما بقى بغا والو قالها لي بلسانو قال لك حتى شي حاجه في هاد الدنيا ما بقات معمره ليه العين فهمتي فهمتك يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله اكبر حسن
كنسخ كنسخ نزاف. اشكو هالطونسيو في نص الكليومة. لا لا الحمد لله نسيم بها خير. اش من بها خير؟ الله ما كانت نموت. يديك الله رشيدة وهذا اللي فكرشك. شوية النفس اللي بقى عندي راه كيديتي. شوف غادي يجي خطيبي دابا ولا لقاك هنا راه ما غايعيش بك حال. شوف عندي الفلوس، عندي اي حاجه بغيتيها نوجدها لك، طلبي اي حاجه نعطيها لك. شتي انت راك مريض خاصك تمشي تشوف الطبيب باش تداوى. شنو غادي تمشي بحالك ولا ما بغيتيش تمشي غادي ندير صباحي في ودنيا وغنعيط ونكواك عيب طلعت الروح. الله يرضي عليك، حق جنبك، الله يحفظك، 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 ال
هو من خلو من هنا بحال هكا شي 12 ساعه ياك نستلو هذا من هنا غتجيبو على هذا تحت جوج ديال الشيء ثلاثه متر وربع ديال وديروا حساب البرد راه مزيان زوين غادي ندير لك الشامبور باش ما كنحملوش زعما تعاهم عليك عاهم وقطع نفس على دي ندير هكا قطع يلا عيني الحلم من بعد غنوري راسك تولي راسك في الملعب بلاش باش ايه جيب خليك زوين فك ما ربي الحمز برافو عليك برافو شتي انت باغي تهرب أنا أخوة الطار بغيت بغيت هادوك دياول اللي دياول لا لا اسم الحوايج ديالك لا صافي الحوايج ديالك لا 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 حوايج خويا خويا سد البرد 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 ضرب لي البرد ضربك البرد انت اللي غتضربو هاك هو مش حشرك هانت بلات عاودنيك تقطع عليا الودان صراحة يا بلات اخويا والبس هذه والبس هذه شو هذه زوين لا 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 خايبه 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 زوينه خايبه خايبه عباد الاخرين ما غاتعاودش تلبسهم غنشوفك الحاجه يصعب ثاني نبدلهم صح ما شفتني لا 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 دغيا 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 ما يشوفني شو هو يا جيتي زوين بالله اش صح يا دخل 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 مش دابا تفرح عيسى دخل عمرك يا جلادي ما ترتاح ولا يطلع عليك صبا عمرك يا جلادي ما ترتاح فخش خرجتي خرجت الصباح ولا جيتي قلت فين نمشي شكون غادي يقضي عليا وانا في هاد الحاله واش بغيتي ندير لك في الدار انا مزوكه فيك ما بغيتش ولدي يكبر يتيم علاش غيكبر يتيم ياك عندو باه انا ما عندي حد من غيرك يا سي طاهر ما عندي فين نمشي يا سي طاهر اش من وجه غادي نقابل بيه الناس الصحة ما بقاتش عندي باش نخدم ما عندي فين نمشي باش نخدم وباش غادي نكري هل عرفتي طاهر
على ستار ما تلحنيش، على ستار عيش خدامة تحت رجليك ستار. صافي صافي نوضي 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 صافي ما تبقيش هنا. عباد عباد حل انا طار. حل ما بغيتش حل. صافي هذه رشيدة زيد. مالا صافي دخل دخل هذاك الشيء اللي على برا. ضربوها انا جاي سد دخلي هكذاك. لا شوما هكذا حاولي تشربي عندي. لا والله ما عندي منين يدوز لي. وحاولي على الأقل. ماشي دابا عطو يا ربي. واش مادام دابا هذا ولادي اللي فكرش كيفاش يبقى تا هو بالجوع. سمعيني يا رشيدة، ما خصناش ولادنا تا هما يتكرفسوا بحال اللي تكرفسنا حنا. الواحد كاع ما كيختار والديه. ما كتفكر انت الدار؟ معليش انا ولفت، فكرتيني في عباد مسكين ملي مشيتي للسبيطار حتى هو دازت عليه مرضى خايبه. واخا هكداك كان مونسني مسكين. ما عرفت مالو معايا، كيشوفنا وكيبقى ساكت. كيخاف نديها فيك ونسمح فيه. سيسي جلس معاه شي شويه دابا يتقلق. هاك حاولي تهرب شويه. يلا باش من بعد نعطيك الدواء ديالك. كيس بوحدك فاش كتفرج التلفزة طافية؟ شنو قلق مني ولا من رشيدة؟ خفتي على تاخد البلاصة ديالك انت وعيشة؟ غتكون حمق الا فكرتي بحال هكذا. كاين شي واحد اللي يقدر ياخذ بلاصتكم وصافي. وعباد خاصم معايا. كاين شي واحد اللي كيتخاصم مع اخوه. معليش انا مصالح معاك. دابا هادشي كله يدوز وغنعاودو انا وياك. دابا نفكو عيشة ونفرحو كاملين، نديرو سي عرس نتزوج بها. عباد اجي. عباد
غبرات هادي يا ميلودا. ايوا ما بقيتي سولتي فيا سي موسى، ما بقيتي عيطي ليا، ما باغي تعرف الاخبار لا والو، قلت جيت نسول فيك. بقى ما يتعرف كلشي باينه مهمتي. مهمتي؟ سمحي لي بغيت نقول اختي ميلودا. ايوا هكاك صلح كلامك ووزن هضرتك. واش عرفتي اش واقع في الدوار؟ الله يجازيك يا ميلودا، ما بقيت باغي نعرف على الدوار والو. والله الا اللي قالوا موسى تبدل ما كذبوش كاع، ما تيقتهم سي موسى. تبدلتي بزاف. كيفاش تبدلت؟ وين اللي كنتي؟ عارف عارف. بسم الله. ماشي هادشي اللي بغيت نقول. واشنو بغيتي تقول؟ بغيت نقول لك زعما خصني نقلب لك على شي بنت الناس. الله يجازيك بخير، نساي عليا هذا الموضوع. ايوا الله يكثرهم بين يديك والله يقوي خيرك. شتي هذاك سميتو خطيبي؟ ايوا وينك؟ انت مالك؟ كيفاش انا مالي؟ دابا غير على من كتفلى، واش عليا ولا على راسك؟ احلام انا راه ميمكنش ليا نتفلى عليك، عمري ما نتفلى عليك. شوف خليني نبني حياتي مع اللي قدي. ولكن انا راه كنبغيك، راه كنبغيك الحياه واللي كنتي غنجيبها ليك جبيتي. شتي الا كنتي ودنك مسدودين سير شي طبيب يداويك حسن ليك. انا بغيت غير نعرف شنو دايره ليا. انا اللي بغيت نعرف شنو دايره ليا، حلفت ما نبقى نهضر معاك. دابا خاصني نصوم 3 ايام. هاك زيد كاع شويه، غير هادي غير هادي. تاخذ عباد؟ لا 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 ما بغيش. لا يا عز خويا طعم فيه غاد، نمشي نغسل هاد الشيء. لا لا غنمر. لا 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 عباد عباد العال، وليت نعرف وليت نعرف وليت نعرف. يلا هو عرفت السيدة، نجي ونغني لك لمسة مازة. أنا غادي. وغيب شوية عليهم. واخا. راحتي يدي يولفك. انا ملي بدا كيتبدل بنادم ضعيف، ما خصو والو يكون فرحان، وما خصو والو ويكون العكس. شتي دابا عباد كل قلي تهلا فيه، كل قال العائله اللي ما تخلاش عليه، كل قلي يتكلم اللغه ديالو، كل عمره ما يوصل لهاد الحاله. وانت لقيتي هاد العائلة؟ كيقول لك ما حسب المزود اللي نضرب به. هذاك الشيء انا ما بغيت حتى شي واحد يعيش محروم.